أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشفت البيانات الخاصة بالنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي لشهر سبتمبر 2019 عن ارتفاع السيولة النقدية، حيث بلغت 13.5 مليون دينار في نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي. عقدت جمعية الاقتصاديين البحرينية ندوة تحت عنوان هل سيتراجع الاقتصاد الأمريكي وتأثيره على الاقتصاد البحريني، وذلك بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. وقد تم التطرق في الندوة إلى العديد من المحاور المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي والتي تحيي بالنمو، منها مؤشر إجمالي الدخل القومي ومؤشر البطالة والنمو في الراتب، حيث تراجعت نسبة البطالة لتصل إلى 3.5%، وهو أدنى مستوى لها منذ 60 عاما. وقال الدكتور عمر العبيدلي نائب رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو مواصلة النمو ولم يتوقع أزمة اقتصادية قادمة العام المقبل. كما توقع العبيدلي انعكاسا إيجابي للإصلاح الاقتصادي السعودي والانفتاح الاجتماعي والإداري والمالي بالمملكة العربية السعودية على الاقتصاد البحريني، وأن أي نمو اقتصادي سعودي سيكون له مردود على الاقتصاد البحريني لتلازم الاقتصادين. وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور علي المولاني رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية. مساء الخير دكتور علي. بداية حدثنا دكتور عن أهم ما ورد خلال الندوة بخصوص تأثير سياسات الاقتصاد الأمريكي على اقتصاد المملكة ومدى انعكاس تلك السياسات على الاقتصاد الخليجي. مساء الخير. انظرت الحلقة النقاشية في الجمعية إلى تأثير الاقتصاد الأمريكي والمنحنى اللي مر فيه على الدول المجلس التعاون، فبدأت بتحليل شامل للاقتصاد الأمريكي من ناحية المؤشرات في الناتج المحلي الإجمالي، البطالة، أسعار المستهلك وغيرها من المؤشرات. وخلصت هذه يعني المناقشة إلى أن أغلب المؤشرات الاقتصادية تبين أن الاقتصاد الأمريكي ليس بهذا السوء الذي يعني الإعلام قاعد يبينه اليوم. فبعد هذا التحليل نظرنا إلى تأثير هذا مثلا النظرة مثلا السلبية حتى لو تبلورت على دول مجلس التعاون. فهناك التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية كان يعني أو يقدر ب 83 مليار. هذا يعني بحجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والعالم ومقارنة بحجم الاقتصاد الخليجي كامل اللي يقدر ب 1.5 تريليون لا يعتبر بالكبير. فالتأثير لم يكن مباشر. نقطة اللي ممكن تصير فيها التأثير أنه هو التكهنات عن الحرب التجارية مع الصين هي اللي ممكن تأثر على أسعار النفط، وبالتالي تأثر على الاقتصاد الخليجي بشكل غير مباشر. ولكن هناك
يعني في قراءة أن هذا سيساعد دول مجلس التعاون بالتركيز على القطاعات الأخرى، لأن اليوم يعني إذا تراجع أسعار النفط يعطينا دافع للمواصلة على الاستراتيجيات اللي موجودة في المنطقة. نعم. بحيث أن التبلور. نعم الدكتور علي المولاني رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبته 0.17% مقفلا عن مستوى 1522 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات. وقد تجاوز كمية الأسهم المتداولة 6,146,000 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 2,053,000 دينار تم تنفيذها من خلال 53 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت على ارتفاع نسبته 1.29% بدعم من تقدم غالبية قطاعات البورصة. أما بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، فقد أغلقت على تراجع نسبته 0.79% بتأثير من تراجع أغلب مؤشرات البورصة وعلى رأسهم قطاع السلع الاستهلاكية. وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تقدما نسبته 1.93% وذلك بسبب صعود قطاع البنوك. أما سوق دبي المالي فقد ارتفع بنسبة 0.55% وذلك بفضل ارتفاع قطاعي العقارات والخدمات. وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على ارتفاع نسبته 0.21% بتأثير من تقدم أغلب أسهم البورصة العمانية. أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي أن الطرح العام الأولي لأرامكو سيتم قريبا، وأن القرار بيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأضاف أنه سيكون أولا وقبل كل شيء قرارا سعوديا وعلى وجه التحديد قرار الأمير محمد بن سلمان. وتعتزم عملاق النفط السعودي أرامكو طرح حصة من أسهمها للاكتتاب في سوق السعودية قبل أن يتم طرح حصة في أحد الأسواق العالمية. ويعد الاكتتاب العام الأولي لأرامكو هو الأكبر في العالم على الإطلاق، حيث تقدر القيمة السوقية بأكثر من تريليوني دولار. واجهت السندات السيادية للبنان أحد أسوأ أيامها على الإطلاق بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، مما أجج حالة عدم التيقن بشأن الطريقة التي سيتجاوز بها البلد أزمته الاقتصادية الأشد في نحو 30 عاما. وشهد إصدار 2021 و2022 أشد تراجعاتهما اليومية على الإطلاق إذ هويا 6 سنتات وفقا لبيانات تريد ويب. وقفزت عوائد بعض السندات لتصل في حالة إصدار 2020 إلى 38%، مما يشير إلى أن تكاليف الاقتراض قد أصبحت باهظة على نحو معضل للبلد المثقل بالديون. وأصابت الأزمة لبنان بالشلل في ظل استمرار إغلاق المدارس والبنوك وبعض الشركات. النشرة الاقتصادية مشاهدينا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. شركتا فيات كرايزر وبي اس اي تعلنان عن دخولهما في محادثات تهدف للاندماج في كيان واحد. اقترحت الهيئات التنظيمية الأمريكية قوانين جديدة لمنع شركات الاتصالات من شراء معدات شركتي هواوي وزد تي اي الصينيتين، إضافة إلى فرض إزالة أي معدات موجودة حاليا لديها من إنتاج هاتين الشركتين.
وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية أن هذه القوانين التي سيتم التصويت عليها في 19 من نوفمبر كانت جزءا من مبادرة لحماية شبكات الاتصالات في البلاد. وشركتان الصينيتان متهمتان بتشكيل تهديد على الأمن القومي بسبب علاقتهما الوثيقة بحكومة بكين رغم نفيهما هذه المزاعم. ويأتي قرار الولايات المتحدة في نفس الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا بمنح شركة هواوي الصينية الوصول إلى شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G المستقبلية في المملكة المتحدة. نما اقتصاد فرنسا في الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من توقعات المحللين مسجلا نفس مستويات الربع الثاني، حيث تلقى دعما من استهلاك الأسر والصادرات. وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية أن الناتج الإجمالي المحلي في فرنسا ارتفع بنحو 0.3% في الأشهر الثلاثة المنتهيين في سبتمبر على أساس فصلي، وهي نفس وتيرة الربع الأول والثاني من العام الجاري. وعلى أساس سنوي سجل الاقتصاد الفرنسي نموا بواقع 1.2% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وفي آخر أخبارنا الاقتصادية، أعلنت شركتا فيات كرايزلر وبي أس أي أنهما دخلا في محادثات تهدف للاندماج في كيان واحد. وقالت شركتا تصنيع السيارات في بيانين منفصلين إنهما يجريان محادثات في الوقت الحالي تهدف لتأسيس واحدة من مجموعات التنقل الرائدة في العالم. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال أن أحد الخيارات هو دمج جميع الأسهم في صفقة بقيمة 50 مليار دولار. وكان رئيس شركة فيات كرايزلر أكد في يوليو الماضي بعد التخلي عن مقترح الاندماج مع رينو أن الشركة ستواصل المحاولة للاندماج مع بديل، حيث تواجه الشركات استثمارات ضخمة في مجال الحد من الانبعاثات وتقنيات القيادة المستقلة.